أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. جهاز الاستخبارات التركي يعلن جلب قائد فريق اغتيالات في بيكيكي من العراق إلى تركيا بعملية أمنية، وكان القيادي في البيكيكي برهان بيتشاك ينشط في سوريا ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد وفقا لوكالة الأناضول. المجلس الوطني الكردي يطالب قوات التحالف الدولي بتحمل مسؤولياتها والضغط على قسد لوضع حد للأعمال الترهيبية بحد وصفه، والتي تقوم بها ما تسمى منظمة الشبيبة الثورية التابعة للبيكيكي. النظام وروسيا يتهمان خلال بيان مشترك في ختام ما يسمى بالمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الدول الغربية بإعاقة عودة المهجرين واللاجئين إلى بلادهم. مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تطالب نظام الأسد بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن ما يجري للفلسطينيين داخل معتقلات النظام جريمة حرب بكل المقاييس. المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف يقول إن تركيا تجري محاولات لتحويل هيئة تحرير الشام إلى معارضة معتدلة، وأنها تحظى بدعم من عدد من الدول الغربية للمضي في هذه المحاولات. الحكومة السورية المؤقتة تمنح ترفعاً إدارياً لطلاب جامعة حلب في المناطق المحررة لمختلف السنوات، في حال كانت عدد المواد المحمولة 6 مواد وما دون في العام الدراسي 2021-2022.